الناس هذه الايام صار كثير بنشغله، ما يصير لنا وقت نقعد سوا وكذي. يعني كيف دبي تغيرت وفي اشياء وايد تغيرت. هي الحياه تطورت، يعني الحياه مو نفس اول. الوقت اهم شيء في الحياه، محاضرات الصبح محاضرات الظهر والمسافات وضيق الوقت. وسائل الاعلام مرات بلهي الشخص والمشاغل الحياه، كل واحد لازم يشوف رزقه. مع اهلي والله الصراحه صار لي زمان يعني ما قاعده، زمان يوم مثلا يلا يا ماما تعالوا الحين وقت الغداء، هاي ماما مشغول، ماما ما اقدر اجي، ماما ما يعني يتفككون. حنيت ان نجتمع عائله ويا بعضنا ونحس بالمحبه سوا. هالشيء اختفى، هالايام وايد مفقود. نفسي ترجع هالايام مع اولادي يعني اجمعهم حوالي كذي. ان شاء الله اوعد اني احاول اجمع عائلتي كلهم مع في بيت واحد، نقعد سوا ونشوف كل واحد شنو صار بيومه، شنو سوى، شنو محتاج. الوعد انه نطلع رحلات بريه مع الاهل كلهم. اي حد يدخل البيت ناخذ التليفون منه. تحصل العائله كلها، يعني مثلا العمات الاعمام الخالات كلهم في بيت واحد. تجمعاتنا تصير اكثر، واللمه مع الاهل والاب والام والاخوان والكل يعني مستانسين ويضحكون. ايام حلوه تعدي بسرعه ونكون مستانسين طول اليوم وسوا. ان شاء الله.